بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة من ألمانيا، من هامبورغ في ألمانيا، مدينة ألمانية شهيرة. وقصة الأمل النهاردة بعنوان التحدي. أنت من الشخصيات اللي عندك تحدي؟ يعني أنت بتعتبر نفسك تاخد كم من 10 في التحدي؟ ما التحدي ده صفة من صفات البشر. في ناس ما عندهاش تحدي خالص، وفي ناس يعني يدوب 2%، يعني يحاول محاولة كده وفي واحد مستعد يقعد 10 سنين في حال التحدي. انت تدي لنفسك كام؟ القصة بتاعت النهاردة بتاعت واحدة ألمانية، يعني تقدر تقول عليها كده امرأة حديدية، رمز التحدي. اسمها بنتينا استل. بنتينا دي هي امها كانت حامل فيها، وأمها كانت بتبذل مجهود كبير جدا علشان يعني بتشتغل صبح وظهر وبعد الظهر. الكلام ده سنة 1961 أمها كانت حامل فيها، وبعدين أمها بدأت تاخد حبوب منومة لأن ضغط العمل طول النهار وهي حامل بتبقى عندها صداع رهيب، فبدأت تتعود على نوع معين من الحبوب المنومة. في شركة ألمانية كانت عملت عليها إعلانات كبيرة في ذلك الوقت. بعدين أمها بدأت تتعود، شهر واثنين 4 شهور متواصلة بتاخد الحبوب المنومة وهي مش عارفة ان دي هتعمل كارثة. اتولدت بنتينا دي عندها مشكلة كبيرة، عندها تشوهات خلقية بسبب المنوم اللي كانت بتاخده أمها، عمل مشكلة في الجينات بتاعت الأم، فاتولدت البنت من غير ايدين، ما عندهاش ايدين، جسم كامل وعقل تمام ورجلين تمام، لكن ما عندهاش ايدين. وبدأت فكرة التحدي. أمها وهي صغيرة قوي قامت مدخلاها مدرسة للمعاقين سنة 66، لأن البنت معوقة فدخلتها مدرسة المعاقين. وهي في سنة تالتة نظرة المدرسة، مديرة المدرسة بتاعت بنتها جت للأم وقالت لها: أنت مدخلة بنتك عندنا هنا ليه؟ قالت لها: يعني إيه؟ قالت لها: بنتك تمتلك من التحدي والإرادة انك تستطيع انك تدخليها في المدارس بتاعة البنات العاديين، ليه حطاها في مدرسة المعاقين اللي هم اقل نسبيا؟ بنتك مش ناقصها حاجة، ما تعتبريش ان بنتك معوقة. قالت لها: بس هي فعلا معوقة. قالت: لكنها تمتلك من التحدي ما يجعلها اقوى من الاسوياء. فالست قررت تاخد بنتها وتوديها الى المدارس بتاعة الناس البنات العاديين. دخلت البنت المدرسة، وللأسف بعد 3 شهور البنت كانت هتتعقد، كله بيعملها وحش، كله بيضحك عليها، بدأت تعرفين بقى اطفال صغيرين، وبدأت البنت تحس الاول مرة انها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأ يأثر عليها جدا. فقررت امها ترجعها للمدرسة الاولى، فكان اول تحدي في حياة البنت. قالت لها: انا مش راجعة يا ماما المدرسة، خلي بالكوا في ثالثة ابتدائي، لو تجاهلوني هتجاهلهم، لو أزوني مش هرد، لو شتموني مش هتعامل معاهم، لو اتهموني بالفشل هنجح. ونجحت البنت، وكانت المفاجأة انها طلعت الاولى على المدرسة، وكانت المفاجأة بعد كده انها جت لها منحة دراسية انها تدرس في جامعة هامبورغ. راحت تدرس ايه؟ تاريخ الفن وعلم الاثار. قالت: انا مش هو ده اللي انا عايز ادرسه. فبدأت تدرس من اول وجديد، وبعد كده قامت داخلة تحدي جديد، عايز ادرس علم نفس. صعب عليكي قوي. درست علم نفس وطلعت الاولى على البكالوريوس، وطلعت الاولى على الماجستير، وبقت مستعدة انها تدرس في الجامعة. فطلع في حياتها تحدي جديد: انا مش عايز ادرس في الجامعة. ما انت عايزة تعملي ايه؟ انا عايزة اعلم وابسط الاطفال المعاقين. فبدأت تلف على الملاجئ وعلى الاطفال المعاقين، تعمل لهم زي مسرح مدرسي او حاجة زي مسرح العرايس المتحركة، وبدأت تخترع شخصيات وبدأت تمثل. ايه ده، دي عمالة تتنقل من حاجة لحاجة، دي رايحة فين؟ دي كانت هتبقى استاذة في الجامعة ويبقى حلو، مش عايزة تبقى استاذة في الجامعة. وبدأت تمثل. طب انهي قصص؟ ما بتاخدش قصص للناس التانية، بتحكي قصة نجاحها هي للاطفال الصغيرين، والاطفال يفرحوا قوي، وتتنقل من مدينة لمدينة، وبدأت تكسب، وبدأ مسرح العرايس بتاعها ينتشر، لغاية ما جالها ولد قال لها: انت بتحكي لنا ان انت ناجحه؟ انت مش ناجحه، انت ما عندكيش ايدين، ما تقدريش تركبي خيل. ولد صغير بريء يعني بيقول لها كده اي كلام. قالت له: ما اقدرش اركب خيل. ف
فطلعت عندها هدف جديد. ايه هو؟ حركه بخيل، ما عندهاش التين. فبداوا تتدرب على ركوب الخيل وتمسك اللي جنب سنانها. المفاجاه ايه؟ المفاجاه انها دخلت بطوله المانيا للفروسيه للمعاقين، كسبتها سنه 2002 وكسبتها سنه 2004 وبقت بطله اوروبا سنه 2005 وبقت تاني العالم سنه 2006 ودخلت اولمبيات اثينا وخدت الميداليه الفضيه وبعديها خدت الميداليه البرونزيه وتفوقت وبقت من اشهر الناس في عالم الفروسيه للمعاقين. وبعد كده قالت عندي تحدي جديد. ايه يا ستي، ما كفايه كده، عايزه اقدم برنامج تلفزيوني لتصحيح الوعي عن ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. عملت برنامج تلفزيوني سنه 2005 وبقت تمسك القلم بصوابع رجليها. خد البرنامج احسن برنامج لمدة 3 سنين وفضل محتفظ لمدة 9 سنين بأنه في العشرة الأوائل من البرامج التلفزيونية في ألمانيا من 2002 من 2005 لغاية دلوقتي. في ملايين الناس الأسوياء الصحاح عايشين من بيننا، أجسادهم متحركة وأرواحهم ميتة، لكن هي نجحت ورسمت بسمة أمل. أنت عندك تحدي ولا لأ؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.